يذكر مؤرخ المدينة أن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب التي وقعت في السنة الخامسة من الهجرة في شهر شوال كانوا يخافون على النبي صلى الله عليه وسلم من العدو، فكانوا يدخلونه كهف بني حرام فيبيت فيه حتى إذا أصبح هبط. هذا كهف بني حرام ويسمى أيضا غار السجدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه. وذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نقر العيين التي في جبل سلع وكانت تجري ماء طيبا ويتوضأ منها المسلمون ويشربون، سوف نطلعكم عليها بعد قليل بإذن الله. روى الطبراني في الأوسط والصغير عن أبي قتادة قال: خرج معاذ بن جبل يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجده، فطلبه في بيوته فلم يجده، فاتبعه في سكة سكة حتى دل عليه في ثواب، حتى دل عليه في جبل ثواب، فخرج حتى رقى جبل ثواب، وهذا الذي أمامنا هو جبل ثواب، وهو أيضا جبل سلع يسمى، فنظر يمينا وشمالا فبصر به في الكهف الذي اتخذ الناس إليه طريقا إلى مسجد الفتح. هذا هو كهف بني حرام أو غار السجدة، أي بصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكهف. قال معاذ: فإذا هو ساجد، فهبطت من رأس الجبل وهو ساجد فلم يرفع حتى أسأت به الظن، فظننته أنه قبضت روحه، فقال: جاءني جبريل عليه السلام بهذا الموضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام بهذا الموضع فقال: إن الله تبارك وتعالى يقرئك السلام ويقول لك: ما تحب أن أصنع بأمتك؟ قلت: الله أعلم. فذهب ثم جاء إلي فقال: إنه يقول لك: لا أسوءك في أمتك. فسجدت، فأفضل ما تقرب به إلى الله عز وجل السجود. الله أكبر. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من جبل ثواب أو جبل سلع.